طبعا انت عارفه بقى الصيف عرق حر. ومشاوير وحر وشمس وطول اليوم احنا بره، فطبعا البشره بتتعب والشعر مكمكم تحت الطرحه، الناس المحجبين طبعا والناس اللي مش والغير محجبين اكيد محجبين برضه، والله. لسه هقول لك، او الناس اللي برضه مش محجبين اكيد برضه ممكن يتعرضوا لتقصيف لحاجه كده من الحر والعرق والكلام ده كله، فنحل ده ازاي؟ احنا للاسف كل سنه الشمس بتبقى ازيد عن يعني زياده عن اللزوم. قبل يعني الهوا النهارده انت وانا جايه قلتي، الشمس جايبه اولادها لسه معاها وهي هقول لك، انت جايه قبل الهوا قلتي لي مقوله جميله، الشمس جايه هي جايبه اولادها واولادها معاها. معاها، مش لا ده انا قلت لك لا مش ولادها، ولادها واهلها وعيلتها وكله. احفادها كل العيله جايه النهارده. محجبه او مش محجبه تمام. احنا بنحتاج العنايه، والعنايه بتبقى على اللونج تيرم. يعني دايما يقولوا عمليات التجميل بتؤدي الى تحسين ما افسده الظهر، بس العناية الفائقة على اللونج تيرم من واحنا صغيرين ما بتفسدش ما وهبه الخالق لينا. طبعا فاحنا كلنا عندنا جمال، كل ست ليها بصمة ربنا خلقها فيها حاجة حلوة، طبعا كلنا باختلافنا باختلاف ألواننا وباختلاف وصفاتنا أشكالنا وكل حاجة. بالظبط. حتى لون البشرة، أنا لاحظت إن كان في أغلب الناس ما بتحبش لون بشرتها، هي ما بتهتمش بلون بشرتها، ما بتهتمش إنها ما بتظهرش فيها تظهر. الحلو منها. بالظبط. تمام. فبتداريها بتداريها بحاجات بتخربها بعد كده على اللونج تيرم. جاية بتكحلها بتعميها زي بالظبط. بالظبط. الشعر والبشره في الصيف عندنا حاجتين المفروض نعملهم على طول، بروتكشن وتنظيف. تمام. اغلب الناس مش بتهتم ببشرتها صح كنظافه اصلا. يعني عشان بس الساده المشاهدين انزلي بالترجمه، حاضر عيوني الاثنين. ايوه تنظيف عرفنا. طول اليوم احنا ماشيين بناخد البشره زي المجنتيك، مغناطيس، بتلم 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 اتربه، بنروح البيت بنغسلها كده وخلاص. لا ما ينفعش، لازم سكراب، لازم سكراب يومي. الناس اللي بتقول سكراب اسبوعي، لا، السكراب على البشره ما دام بتنزلي وبتشوفي شارع وبتشوفي شمس وبتشوفي هوا، سكراب لازم يومي. سكراب بس على يومي. فكره بسمع يعني او على حدود معرفتي البسيطه يعني في الموضوع ده، السكراب يومي ممكن بيعمل يعني حبوب، سكراب يعمل حاجات وترطيب. يا نرمين، سكراب وترطيب ما بيعملش اي حاجه. ترطيب فقط بيعمل دهون ومسام واسعه مع الاتربه. سكراب فقط بيعمل ايه؟ خشونه للبشره وتجريح. فاحنا عايزين نعرف بس ايه يعني. السيكونس بتاع، طب ماشي، نعرف السيكونس السيكونس بتاع البشره ايه. اول حاجه نصحى من النوم نعمل ايه؟ اول حاجه كروتين نصحى كده، من حاجه النوم ناتشرال في البيت. ناتشرال، خلينا في الناتشرال. تمام، عشان الفلوس، حاجات طبيعيه. عشان احنا عندنا عشان ازمات. عشان يعني الحاجات عشان اللي فلوس احنا هنجيب منها هنجيب حاجات حاجات ناتشرال. زي كده. واللي تقول انا بشرتي متبهدله عشان مش معايا اصرف عليها، دعاء نعيمه هتزعل منها. في لا حاجات احنا في بنسمع البيت بقى اللي هو التونر والمرطب، ما اعرفش بالظبط في كام حاجات. لا والصن لا، في بلوك حاجات كام. في البيت بديله لكل حاجه خارجيه بفلوس غاليه ممكن نستخدمها، وعلى اللونج تيرم يا جماعه بتدي افكت محترم. انا عندي 41 سنه ومش باين عليها ما شاء الله، يعني تاتش وود، يعني هنقول سنك عادي، تمام ما عادي يعني. مش مشكله. اول حاجه بتصحي من النوم البشره بتتغسل بالسكراب. السكراب هنقول سكراب اتعمل في البيت علشان المصاريف زي ما قلنا. تمام ماشي. لو البشره دهنيه هنحط زيت ارجان. ورقه وقلم بقى كل ورقه واحده يا كده جماعه، سريعا. ومره تعالي تانية بقى ان هنا شاء كده الله هيبقى معانا دعاء باذن الله، هيبقى معانا الماتيريال ان شاء الله. ونعملها على الهوا لما يكون معانا وقت زياده ان شاء الله، ونكون معانا موديل باذن الله ان شاء الله، وهنظبط ان شاء الدنيا. الله. قربي لي بقى هنا كده، هاتي ورقه وقلم. قول. لو بشرتك دهنيه هنجيب زيت ارجان لانه خفيف على البشره. لو بشرتك مختلطه لجافه هنجيب زيت زيتون مع سكر بني وملح خشن. السكر البني ضعف الملح الخشن. ممكن نعمل كمية ونحطها في التلاجة، بنطلعها نحطها على الحوض في بولة صغيرة الصبح. ضعف يعني مثلا، قولي مثلا يعني مثلا معلقة. معلقتين سكر بني، معلقة ملح خشن، 4 معالق، المعلقة كده. والزيت على حسب. ثواني بس سؤال كده، ملح خشن ده اللي احنا يس ملح خشن خشن اللي هو العادي خشن. من العطار العادي يعني، أيوة. مش حاجة خاصة لا 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 بالبشرة. من العطار عادي. كل الحاجات دي متواجدة وسهلة تجيبيها ورخيصة، ومش شرط تجيبي زيت ارجان او زيت زيتون من مكان براند. لا، من العطار، الحاجات من عطار، الصغيره اللي اي احنا عطار، نعرفها زيوت دي. طبيعيه بارده معصوره بارده. يبقى دهنيه ارجان، ارجان مختلطه، جافه زيت زيتون. خلاص تمام تمام. هنخلط معدل اللي قلت لك عليه ده سكراب. خلصنا السكراب مش هنسيب البشره كده، لان السكراب ده فيه دهون، فيه زيوت طبعا.
هنغسل بعدها بالغسول الطبيعي بتاعنا الغسول العادي. انا هقول لك على سكرت، هقول لك انا على سكرت بعد ما انت تقولي بتاعتي. الناس بتستخدم الحمام المغربي مره كل شهر، وساعات في عرايس بتيجي عندي مثلا الايام مثلا من السنه للسنه تستخدم الحمام المغربي. نرمينا بستخدم الحمام المغربي كل يوم. بس كل يوم. هو مش تقيل على البشره؟ طيب لا بستخدمه كل يوم في ايه؟ في غسيل وشي. في غسيل وشي شاور. يس. الصابون المغربي، الصابون المغربي فيه نسبه زيوت مفيده جدا، تصبغات البشره بيشيلها، الشعر بينحله، البشره بيشدها. ده كنز بقى الصابون المغربي. ده كنز يا جماعه، والله ما حد يعرفه. وانا مروحه انا بقول لكم اسرعي اهو. تمام. الحمام المغربي انا بغسل بيه بشرتي. تمام، يبقى خلاص عملنا السكراب الجميل ده. وببدل ببدل الشاور جل بالصابون المغربي، وبستخدم شاور جل بعدها علشان الريحه بتاعت الصابون المغربي ما بتبقاش حلوه قوي. بس ده انت بقى مختصه. ده بقى ده ايه بقول لك ايه دانتي بقى دانتي. الناس فاكره ان انا بجيب انا كله في البيت. كله في البيت. اقول لك كمان الكريم اللي بنعمله ازاي دلوقتي. ده السكراب. بعدها هنغسل بشرتنا كويس خلاص. هنحط سيرم. سيرم يكون السيرم بيبقى خفيف على البشره. اي كريمات بتكون ليها ثقل على البشره، خصوصا لو احنا هنخرج بره او هنحط ميك اب، فبديل الكريمات بتاعت البشره. ولو احنا بننزل كتير نحط سيرم، لان السيرم بيبقى خفيف على البشره. مش غلط السيرم مع الشمس؟ لا لا، سيرم فيتامين سي. فيتامين سي ده غلط. لا. فيتامين سي غلط. سيرم لا، سيرم فيتامين سي مش غلط. هو طب ده تعرفي بقى ان انا بقالي كذا سنه فيتامين سي الصبح ما ينفعش انزلي بيه على مع الشمس، تحطيه بالليل بس. بالعكس، انا بحطه تحت الميك اب كمان. عادي يعني. طبعا طبعا. ازاي غلط فيتامين سي؟ ازاي غلط فيتامين سي وفيتامين اي؟ الاثنين دول للبشره مفيش احسن منه. تمام. بالليل او الصبح انا يعني الحاجه اللي هنشتريها بس السيروم دلوقتي. بالظبط، بالسيروم ده هنحط سيروم على بشرتنا، ده ترطيب وحمايه. لو احنا نازلين هنحط ميك اب، نحط ميك اب عادي، ما فيش مشكله. ما فيش كريم معين نحطه ترطيب ولا حاجه؟ ولا سيروم بس. السيروم. احنا الجو اللي احنا عايشين فيه كله اتربه وغبار وبنحط ميك اب. احنا بنحط ميك اب، احنا طبيعتنا كمصريين ماشي، بغض النظر انها تركيه مصريه، بنحط ميك اب، بنحب الميك اب. تمام. بنحط ميك اب دي، يبقى لازم حاجه ايه تحتها تكون خفيفه، تكفر اي حاجه غلط، تكون خفيفه. كمان بدل ما اجيب برايمر غالي جدا، انا اجيب فيتامين سي ماشي من اي صيدليه، اي حاجه او اي نوع، واحطه على بشرتي. تمام. بيقفل مثلا بعد الشرب. في فيتامين سي كريمات ولا بس السيرم افضل؟ السيرم، السيرم اخف على البشره. السكراب بقى بنحطه، بنقعد نعمل كده كده ولا بنحطه بنعمله البشره بعدين لازم اب لفوق عشان يشد الجلد البشره. تعملي فيس ليفت للبشره. بعد ما تخلصي بقى يومك هتروحي تعملي نفس اللي عملتيه الصبح، تعملي بالليل بس. هتعملي وانت بتعملي سكراب تعملي مساج بقى. بعد ما تخلصي الوش بيبقى دهني شويه، بعد ما تغسلي من السكراب بيبقى دهني. ايوه. انت بقى تستخدمي الصابون المغربي. لا، تستخدمي الزيت اللي على بشرتك ده، انت تعملي بيه مساج فيس ليفت قبل ما تنامي. بس كده. دي العنايه اللي هي الطبيعيه اليوميه خلص. اللي في البيت اللي غير مكلف. يعني بس احنا هنشتري السيروم بس الفيتامين سي او فيتامين اي. بالظبط. تمام كده. طيب حاجه بقى سر برضو علشان البشره والشعر والضوافر والرموش والحاجات اللي مع السن، يعني بعد سن ال 30 احنا كل حاجه فينا بتختلف. شعرنا انتاج البصيله بتاعتنا، البصيله بتنتج من شعر الخمس شعرات طبيعيه. بعد سن ال 30 بتبتدي البصيله تكسل، فممكن في بصيله تبقى كسلانه اصلا ما بتنتجش شعرات، في بصيله مثلا ناتجه شعر او اتنين. اوميجا 3 واوميجا 7 الله يرحمك يا امي، الله يرحمه، من وانا عندي 7 سنين كانت بتحطها لنا بقنا على طول. الاوميجا 3. الاوميجا 3 على طول، عمري ما قطعتها. اللونج تيرم، اي حاجه بنستخدمها مفيده على اللونج تيرم بتدي يومياً اثر. يوميا بتدي اثر كويس جدا لينا. بشرتي، ضوافري، رموشي. انا مش حاطه رموش، طلع التلفزيون ولا انا والله حاطه رموش. على فكره انا ضد الميك اب جدا. انا بحب مش بحط لا مش بحب يعني بحط بس بس, بس اكتر حاجه بحط الميك اب بس النهار يعني اليوم بتاع الهواء اكتر من كده. بحب الميك اب قوي قوي قوي، بحب الميك اب للاسف. طب خلاص بقى، نداء لكل ام انها تهتم انها تدي لاولادها الصغيرين او بنات او اولاد. طبعا. ولا انت بس عشان بنات بس انا بحب يعني بنات عشان معلش نفضل حلوين وهم يفضلوا وحشين. عيالنا برضو غاليين علينا، فلبناتنا او اولادنا بس نديهم اوميجا 3 يوميا. مفيش فيها ضرر، بتتهضم في الامعاء، مفيش فيها اي مشكله. بديل يعني احنا لو بنشرب ميه كويس، بناكل فاكهه كويس، بناخد فيتامين يومي ماشي. ده دي حاجات يعني بتكفر لحاجات كتير قوي ممكن تتدهور بعد كده على اللونج تيرم. بالظبط.